راشد ابن حمد المري. يا سلام على هذا الأداء الكبير، ولكن وصل البريصي، وصل البريصي، وصل في هذه اللحظات شعار بالراية هنا، يصل في هذه اللحظات مع هذا الاسم، مع هذا الانطلاق. وصلنا جولة الأوامر النهائية، وصلنا ال 500 متر الأخيرة. الله 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 الله، اللي غيرت الصدارة هنا متعب علي براهد بن سعيد البريصي المري. سلام من الجانب الآخر، محاولات سلام والفائزة، ولكن البريصي، البريصي على المركز الأول. أبناء السعودية يقدموا متعب مع علي براهد بن سعيد البريصي المري. يا سلام يا سلام يا براية على المركز الأول، على الانطلاق الأول، علي براشد بن سعيد البريصي المري يأتي هنا بهذا الانطلاق الكبير، بهذا التحدي المثير. تهانينا والناموس والسلام إلى المملكة العربية السعودية على هذا الفوز والانتصار. لحظات وصولي متعبة علي براشد بن سعيد البريصي المري. المركز الثاني الفائز محمد المبارك براية بن حمد المري. المركز الثالث ران لعمير بن حمد المبارك المهيري. مع حميد بن عبد الله بن سعيد الدرعي وصل بن خيله، وصل مع دهش، دهش اللي واصل في هذه اللحظات، ودهشنا دهش هنا مع سعيد بن محمد بن خيله العامري. العامري يتسلل على المركز الثاني، ولكن العوده، ولكن العوده. الله يا نهاب يا نهاب، هنا مع المركز الاول صالح بن جابر بن صالح العامري، هناك مع انطلاقة الزاخر. زاخر يا زاخر، واحتضان الناموس مع زاخر الصباحي المميزة مع نهاب صالح بن جابر بن صالح العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني وصل الواصل بشعار خالد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، من وصل بالمركز الثاني وتقدم بهذا الشعار، بينما المركز الثالث هناك وصلنا بالمركز الثاني دهش سعيد بن محمد بن خيل العامري. ثالث المراكز الواصل خالد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. بحور مع المهيري راشد بن حمد بن مبارك المهيري، يقدم لنا بحور على المركز الاول. ايضا هنالك بهجه عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري وبن قريع، وهنالك العصيمي من الجانب الايمن. لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ تقدمت الان العالميه، العالميه بحور والعالميه وبهجه، وايضا خود على المركز الرابع، وهنالك مشكوره محمد بن حمد الدرعي، ولكن مقدمة الشوط الله 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 العالمية نياف صالح بن ناشي العصيمي. سلام على هذا الأداء الجميل والمميز. يتقدم على العالمية نياف صالح بن ناشي العصيمي. سلام يا المملكة، سلام سلام للمملكة العربية السعودية على هذا الأداء الجميل. شكرا يا العصيمي من قدم هذا الاسم الجميل. المركز الثاني وصلت بحور راشد بن حمد بن مبارك المهيري. المركز الثالث بهجة للسيد. ثالث التحديات للسيد عبيد بن حمد بن سالمين المنصوري. البناء من خلال مشاركات ايضا وانتاج ريش سينج. هنا مشاهدين الاعزاء بدا يغير الى الصداره، بدا يغير الى مقدمه الشوط، ولكن اللي اتى من الزاويه اليمنى هنا علي بن حمد بن براك المري مع شاهين اللي بدا يغير من الجانب الاخر. يسير مشاهدين الاعزاء بدا يغير الصداره والمركز الاول. ما شاء الله تبارك الله على هذه الاسماء اللي ايضا غير من الجانب الاخر. الذيب عبد الله بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي، وصل الشامسي، وصل الشامسي هنا. ياتي ايضا الغيلاني يقدم هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير. سلام زاخر، سلام زاخر، سلام على هذا الاندفاع الكبير، على هذا التحدي المثير. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام،
هذا وخذ ذيبه بالفعل، خذ ذيبه من الام بالفعل. اشكرك يا بن عميره، اشكرك يا بن عميره. ذيبه السيوف والرموز ياتي هنا مشاهدينا الاعزاء. الذيب عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي المركز الثاني اللي وصل في ثاني المراكز مشاهدينا الاعزاء. هناك حامل الرقم 13 شاهين علي بن حمد وبراك المري. الأقرب للفوز والانتصار بن شاهين حمد بن عبد الله بن مبخوته العامري بدون أي منافس على مقدمة الشوط. الأسماء القادمة، الشعارات القادمة، جميلة وظن، جميلة قادمة هنالك، والزعزعة مع بن مشيط، جميلة مع البطين، وظن مع النابت. يا سلام على هذا التحدي، ولكن بن شاهين صنعت الفارق، صنعت الإنجاز، صنعت الناموس على المركز الأول. حمد بن عبد الله بن مبخوته العامري، سلام يا استاذ سلام، سلام يا استاذ سلام على هذا الاداء الجميل. بن شاهين اللحظات الاخيره، لحظات الفوز والانتصار، خط النهايه يرحب بهذا الاداء الجميل. سلام يا الصمعه سلام، بن شاهين حمد بن عبد الله بن مبخوته العامري، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت زعزعه على ثاني التحديات، محمد الحمد بن سعيد المشيط المري، بينما المركز الرابع وصلت مشاهدينا متابعينا الكرام بن راشد بن هادي بن علي القرح، وصل في هذه اللحظات على المركز الثاني في هذا الأداء الجميل. وأيضا الوصول هناك من منصورة، وصلت منصورة محمد بن سالم بن إيد الزرعي يتم في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى بن عويضاني وشعاره وأدائه وأوامره الجميلة والخفيفة والطفيفة. يتقدم مع المركز الأول، يتقدم هناك مع صدارتي هذا الشوط. واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، راحت صبا، انطلقت صبا، تميزت صبا، انطلقت مع المركز الأول وتفوز بناموس هذا الشوط بشعار عبد الله بن محمد بن عويضان العامري العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المحقق والجميل. بينما المركز الثاني وصلت هناك الراسية علي بن سالم بن علي الدرعي، ثالث المراكز وصلت منصورة محمد بن سالم بن سعيد الزرع. اختلط الحابل بالنابل، بدأت التحديات، بدأت رحلة البحث عن الناموس. يا سلام مقدمة الشوط وضاح من الجانب الأيمن، ولكن هنا من وصلنا في اللحظات الأخيرة، غياب خليفة بن عوض بالكيله العامري. الله بالكيله مع هذا التحدي، وهنالك الخروف. سالم بن محمد بن مبخوته العامري يقدم لنا الخروف، وايضا هنالك الاسم القادم. يا سلام على هذه التحديات، وصل الظبي علي بن عامر الحجري. اللحظات الاخيره، اللحظات الخطيره، لمن الفوز؟ الخروف الظبي، الظبي والخروف. سالم بن حمد بن مبخوته العامري، وهنالك القادم الظبي علي بن عامر الحجري. اللحظات الاخيره، الله الله ابناء السلطنة، سلام يا السلطنة سلام على هذا الاداء الجميل. الظبي علي بن عامر الحجري، تهانين والناموس. المركز الثاني وصل الخروف سالم بن حمد بن مبخوته العامري. المركز الثالث، ثالث التحديات وصلنا هنالك غياث خليفة بن عوض الكيل العامري. خطير
ولكن بنيداه يختطف الأضواء، يتقدم في المركز الأول، يتقدم في الصدارة، ليقدم لنا ليقدم لنا ليقدم لنا هذا الأداء مع صبية. صبية 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 راحت كالظبي، انطلقت كالظبي، وهي صبية اللي على المركز الأول، اللي على الصدارة، اللي على المقدمة. أحمد بن غانم بن علي بن يدا المنصوري، وصلت شوقة، وصلت شوقة، تقدم مساعدة بن سويد بن قران المنصوري. مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات المثيرة، مع اللحظات الخطيرة، وبن يدا وبن قران واللحظات وبن يدا راح مع المركز الأول، راح مع الصدارة، تقدم معاون الضبية. تهانينا والناموس لأحمد بن غانم بن علي بن داء المنصوري. بينما المركز الثاني وصلت هناك بالانطلاق شوق مساعد بن سويد بن قران المنصوري. ثالث المراكز هناك متعبة علي بن محمد بن علي بن شراب الحسناء. المرة الأخرى شعار بن مساعيد على الصدارة، يقدم شاهين محمد بن مساعد بن خالد المنصوري، ما زال على الصدارة الأولى، ما زال على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط. ولكن هنا أيضا يصل أيضا شعار الفهيدة، وصل في هذه اللحظات شاهين سعيد بن سالم الحريري المري، وصل في هذه اللحظات الحريري، وصل مع مقدمة هذا الشوط. عاد معاند نادر بسليمان بسلامة الجهني، وصل الله 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 الله، بدأت التحديات الجانب الآخر، الوصول من الصارم محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري. أعود إلى شعار الجهني، الجهني على المركز الأول، الجهني على الصدارة الأولى، الجهني على مقدمة هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك معاند، أيضا نادر بسليمان بسلام القايدي الفايدي الجهني، تهانينا والناموس المركز الثاني. وصل فيه أيضا الصارم محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري المركز الثالث، وصل في شاهين محمد بن مساعد بن خالد المنصوري المركز الرابع. شاهين بطي مركز الرابع. وصلت الان ضجه جمعه بن محمد بن بخيت المنصوري، يتقدم هذا الانطلاق الجميل، وهنالك وصول سرابه عبد الله بن علي بن سالم الدرعي. نعود الى مقدمه الشوط، رعود يا رعود على المركز الاول، عبد الله بن سعيد بن رباعي المنصوري معزه على المركز الثاني، محمد بن عبد الله بن علي الف هيده المري يتقدم شعار البطين. وهنالك ضجه جمعه بن محمد بن بخيت المنصوري. اللحظات الأخيرة، وصلت الذيبة أحمد بن محمد بن حارب الدرعي يتقدم في اللحظات الأخيرة. تأخرت يا الدرعي، وصل هنا على المركز الثالث. الله الله، ضجة ومعزة وشعار الدرعي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، ضجة على المركز الأول، ضجة على مقدمة الشوط، شعار الدرعي، الذيبة، الذيبة وضجة، ضجة والذيبة ومعزة. اللحظات الأخيرة، ضجة ضجة، جمعة بن محمد بن بخيت المنصوري المركز الثاني، وصلت الذيبة أحمد بن محمد بن حارب الدرعي المركز الثالث، معزة محمد بن عبد الله بن علي الفهيدة.